بعد أزيد من 3 سنوات من انطلاق صيغة الترقوي المدعم بالعاصمة وتخصيص 70 هكتار ب35 موقعاً لتشييدها، لا زالت ملفات هذه الأخيرة قيد الدراسة والغربلة، والمواطنون ينتظرون القوائم ويبحثون عن جديدها. زيارتنا اليوم قادتنا إلى بلدية المقرية بالعاصمة التي حددت قائمة أولية للمستفيدين من هذه الصيغة، والتي اختير فيها حوالي 170 مستفيد من أصل 2000، إضافة إلى 30 في الاحتياط. هنا عندنا تسجلوا حوالي 2000 واحد، ومن 2000 هادو كانوا خرجوا 170 دوسي. هاد 170 دوسي زادوا لهم 30 دي سوبليا. دوكا راهو في الدرني ستاد فينال، باش اللي صوتاهم من الفيلد يتنحاو اوتوماتيكمون يترون بلاسيو من هادوك 30 اللي كانوا في الاحتياطيين من ديسمبر. دونك هاد لي دو موا تتفيناليزاو لي دوسي، يبعثوا لهم الدوسي يروح للسيانال باش تاع الاعانه هذيك، واللي بقات يعيطوا لهم باش يروحوا يخلصوا. الغربلة النهائية لقوائم المستفيدين من سكنات الترقوي المدعم لا زالت تدرس على مستوى المقاطعات الإدارية بالعاصمة من طرف لجان مختصة بعد أن تمت الغربلة الأولى في البلديات، على أمل أن يفرج عن قائمة المستفيدين منها في القريب العاجل.